دي عباره عن ايه؟ بطاطس، رز، بيض مسلوق، بصل، طماطم مبشوره، وصلصه وميه بس، وما شويه ملح وفلفل او ملح وكمون او ملح بس زي ما انت عايزه. ممكن اقطع حبتين بطاطس او زي ما انت بتحبي كميه البطاطس قد ايه جوه الوصفه. البطاطس هنا نيه، البطاطس اللي انا هستعملها في الوصفه اللي بستعملها دي بطاطس نيه، ما حمرتهاش ولا مسلوقه ولا اي حاجه، دي نيه مقطعاها مكعبات بالشكل ده اهي. حبتين بطاطس كده هي سهله خالص الوصفه دي، يعني على قد الايد من كل ناحيه حتى على قد الايد في عمايلها. هحط هنا مثلا انا عايزه 3 كوبايات من الرز، ادي البصله اهي، بطس قصدي الاول، البصله حط عليها ملح وفلفل، معلقتين كبار من الصلصه، اظبط لها بس ملح، والبطاطس مقطعاها صغير علشان تستوي مع سوى الرز. بس كده دي ايه بقى؟ بطاطس، رز، طماطم مبشوره، بصل، وبيض مسلوق هحطه عشان تبقى الوصفه كملت بقى. تمام، هوريكي دلوقتي انا هي كده خلاص. هروح حاطه بقى ايه؟ البيض، هحط طبعا البيض اللي انا عايزاه. كميه الميه اللي حطاها مثلا انا عندي 3 كوبايات من الرز، بحط حوالي 3 كوبايات ونص من الميه، بزود نص كوبايه ميه زياده. تمام، شفت الوصفه ولا فيها اي حاجه؟ سلقت بيض وكله على بعضه حطيته، تقعد لها حوالي ساعه في الفرن، ساعه الا ربع.